أنا دكتورة رندي الكيلاني، أخصائية طب أسنان الأطفال. حصلت على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من الجامعة الأردنية سنة 2015. كملت بعدها اختصاص في طب أسنان الأطفال والاحتياجات الخاصة في الخدمات الطبية الملكية، وحصلت بعدها على المرتبة الأولى في البورد الأردني في اختصاص طب أسنان الأطفال. بالعيادة بنستقبل الأطفال من بداية ظهور الأسنان اللبنية أو ممكن قبل هيك حتى عمر 14-15 سنة. بالعيادة بنقدم كافة العلاجات السنية للأطفال، ابتداء من الحشوات بكل أنواعها، سحب العصب للأسنان اللبنية والأسنان الدائمة غير مكتملة الجذور، التلبيسات المعدنية وتلبيسات الزيركون، شلع الأسنان وتركيب حافظات نسافة. بنقدم أيضا إجراءات وقائية بكافة أشكالها مثل الفلورايد والمادة السادة الوقائية أو الفشر سيلان للحد من التسوسات الموجودة عند الأطفال. يستخدم أيضا مادة الـ SDF كإجراء وقائي أو علاجي حسب حالة السن. أيضا نقوم بإجراء العمليات للأطفال غير المتعاونين في المستشفى تحت البنج العام، خاصة الأطفال الصغار أو ذوي الاحتياجات الخاصة غير قادرين على التعاون معنا على كرسي الأسنان.